بس رانيا شنو احوالك؟ كنت لاباس كيريتك ما عادش لاباس. رانيا مازلت مرهوجه تحت صدمه كبيره بعد ناجي حطينا بربي. شنو احوالك؟ والله الحمد لله يعيشك. ساعه قبل كل شيء شكرا على الاستضافه. مرحبا بك خويا دار دارك في كل وقت. سامي في بليزير برشا. يعيشك. قبل ما نبداو نحب ساعه نقول لك ميل برافو على الخدمه المزيانه برشا اللي تعمل فيها واللي نجم نقول رانيا على مسؤوليتي قاعد يكور وحده. معناها من عمل دوره معناها حتى جينا انفيتي تعمل دوره هكا وتشوف تعمل هكا ريشيرش صغيره ما لقيتش هكا ان فري كونكورون الفارس توا في تونس. شو باش نكون واضح. عندنا برشا عباد وباش يجي الوقت باش تعرفوا خذ ثم نصيحه نصحت للناس الكل باش ما يغلطوهاش. اخدم اعمل اون بون باز باش من بعد كي تخرج في الميديا يبدا عندك باز باهي وعندك باك جراوند باهي. كان انت تنجم في عام تنجم تعلم برشا حاجات. اما في عام كان باش تمشي تخرج بعديك الميديا باش تعمل فازة اثنين ثلاثة أربعة وكاهو. فوالا هذا نحكيو فيه هذا أكيد جدا. معناها تنصح أنت العباد اللي بادية جدد ولا قاعد حضر في روحها. ما نحكي بوغ لو مومون في الوقت الحالي في تونس. أنت مساج كان تقول لي بكل تواضع شكون اللي تشوف فيه ينجم يكون هكا كونكورون الفارس مونتاليست؟ ما نحسبهاش كونكورون. ما عندنا دي كامراد خاطر شو في الدومين نخدموا فيه احنا ليليوزيون ثم برشا انواع. ثم فازت بالكارتا ثم المونتاليزم ثم ليبنوس. عندنا برشا عباد نجم تقول حتى لسامي. عندنا مثلا ياسين الشريفي تعدى في التلفزه قبل معناتها تو حتى. ثم سهيل بن مبارك باش يطلع انسان تبارك عليه في الكارتا. عندنا اشرف رياحي كيف كيف مونتاليست. الكل متبارك عليهم راهو والكل رانا فرد نيفورا الكل بكل تواضع بالحق. مش قاعد نحكي على روحي. مشكور على التواضع نتاعك خويا يعطيك الصحة. لا لا بالحق خلينا نقول لك انا حاجة. وكلكم فرد سامحني كلكم فرد ميثود معناها تخدموا. لاناش شنو الفرق مثلا انا نعمل فازيت كيما شفتهم قبيلك في اللايف. ثم شكون يجيب باكو كارتا يعمل لك فازيت بالحق توقف المخ. كارتا كانت هنا بعد ما اشتقها غاديك. ثم شكون يبي يطير في حاجات. كل واحد وخذ لا سبيسياليتي اللي هو تخرج عليه. دونك بشويه بشويه هو لو بوت انه الدومين هذا ليليوزيون مازال مش معروف برشا في تونس ماخذاش حظه. فوالا هذاش كنت باش نقول لك انا توا خاطر يعطيك الصحة اللي قلته وربي يوفقهم الكل. مي كنشوف راني انا ومن حل التلفزة نلقاه قدامي. حل المتوسط نلقاه قدامي، حل الحوار قدامي، التاسعة قدامي. معناها مش لطف عليك معناها. لا لا ما تقولش هذا ايش بيحسب لي. لا ربي يوفقك وربي يزيدك عشان نلقاوك حتى في الانترناسيونال. مي نحب نسألك حاجة خاطر أكيد فرجوا فيك برشا عباد وأكيد قعدوا يسألوا هما نحبوا نحكيوا باسمهم يسألوا في برشا أسئلة. بار اكزومبل نحكيوا على المونتاليزم اللي كيما نحيوا زميتنا هيفا بن يوسف اللي قبل في الاوف عملت لها انت حاجه. كنت نتفرج في التلفزه وكنت بيون يدخل لي شويه شك نقول له ينجم يكونوا متفاهمين نجم يكون تخيكي ينجم يكونوا هكا عاملين حاجه مع بعضهم باش يخرجوا ايماج مزيانه. هيفا جات معايا من صفاقس اليوم طالعين سبيسيالمون على خاطر فارس. قالت لي طالعه معاك لصفاقس انا اليوم. هي جايه في بالها باش تعدي وقايت صحيت مش في بالها باش تغلبك. هذاك شكون باش نقول وحتى عرفت حتى في قلبها قالت لي انا اليوم مش نجي ومش نكبس روحي ومش نعملهم الكل ومش مش يعمل لي حتى شيء ومش نغلبوا تو تشوفني وتحكي وتقول ما تخلي تشوف شو هو مش يحاول يعمل لي وانا مش نغلبه ونعمل حتى شيء. اي باوي ما جابها طفله تضحك وحدها طفله تضحك وحدها ما عادش تعرف اسمي انا شكون اسمه في شكون. معناها فما تكنيك معناها قدام عيني حاجه كنت نفرج فيها في التلفزه شفتها توا في الحياه قدامي في اللايف. كيما قلت لك برافو. مي كيما قلت لك تساؤلات العباد يحبوا يعرفوا شنو هو هذا. معناها اسكو نجم انا مثلا انت فارس تحكم فيا نولي نقول في كلام ما يجيش. نجم انت تعرف انا شنو قاعد نخمم مثلا نبدا نسب فيك. تبى تعرف انا قاعد نسب فيك ولا برشا اسئله قاعده تدور كان جاوبنا عليهم. بيان سور باش نبدا بشويه بشويه باش ما نصعبوش على العباد. كي باش نحكي وتشوفوا فازت مثلا باش نبدا بلو فازت الكارت تشوفهم وحدتك سي ديليوزيون بخفه يدين بور تكنيك. لو مونتاليزم ولا اجاني المونتاليزم. لو مونتاليزم لو مونتاليزم كيما قلت لهم برشا عباد يقول لي فارس انت تقرا الافكار. انا ديما نوضحها راني ما نقراش الافكار راني نحاول نستنتج الافكار. نجموا تشوفوا مثلا ما نجيش نلعب نقول له خمم في حاجه ومن بعد نطلعها. نبدا نحكي معاه نسهل نشوف عرفت بشويه بشويه جيسيت دو لو ديريجي باش نعرف انت تاثر عليه باش هو يختارها. نجم بارسيالمون بارسيالمون التاثير هاي كلمه كبيره صحيح. انفلونسي كالكامي سيل نجموا يفهموها بالغلط صحيح. دونك ناثر عليه باش نحاول نعرف شنو هي الحاجه اللي قاعد يخمم فيها. هذه في المون في المونتاليزم تستحق برشا اونترينمون برشا اونترينمون راهي مش حاجه سهله. مش معناتها تقول انا تو من بعد شهر ولا ستة اشهر باش نتعلمها ولا جبلها متريزي.
لا انا واحد من العباد قرا 5 سنين فوالا مش سهله حتى تعرف ولازمها برشا تكنيك وبرشا اكسبيريونس مي هاو نعطيو ليكزامبل نتاع رانيا كيما قلت لكم تنجموا تعاودوا تفرجوا فيه من بعد على الباج نتاعنا ديونا فام قالها خمم في حاجه في اسم في اسم ولا اي حاجه ولا اي حاجه تحبها اسم ماكله بلاد قالها اي حاجه تنجم تخمم فيها انت وما تقوليش عليها وجبد ستيلو ورقه وكتب الاسم هذايا واعطانا الورقه معناها ما تقولش ورقه وقت عطانا الورقه اسالها على الاسم طلعت امنه اللي هي امك ربي يفضلها لك وحالين الورقه نلقاو فيها اسم امنه معناها حاجات شو نقول لك؟ سهل نجم حتى نعطيكم دي بيت سانديس انا اول ما مع رانيا اول ما دخلت قلت لها رانيا نحبك نقول تخمم في اسم من بعد قعدنا نحكي ونحكي ونحكي ومن بعد رجعت لها قلت نحب تخمم في اسم ولا اي حاجه اخرى اوتوماتيكمون هي شقه ديما تخمم في اسم مش تخمم انا قلت لها اي حاجه اخرى المخ نتاع العبد من الاول تي اسم ديما يقدر يشوف يقول لك اسم اسم حاجه فاق حاجه اخرى خليني في الاسم ديما في مخي باش يقعد الاسم يتسمى لو كونديسيونمون تحطها تسنسها بالحكايه هذيك حتى من بعد كي تعطيها بليزور شوا باش تختار الحاجه هذيك معناها انت تو كونترول العبد ديزا صحيح معناها مش انت تمبوزي عليه مي تكونتروليه تخليه تسد دريجي في الطريق اللي نحب نمشي له كان تخليها فاق سي امبوسيبل كيما قلت راهو لو مونتاليزم اون جينيرال سي نار اللي فيه برشا حاجات تلقى فيه الليزيون شويه خفت دين مرات تلقى فيه دي بودي لانجوج تلقى فيه بي ان ال تلقى فيه النوع نتاع الهيبنوز استعملتهم تلقى فيه البادي لانج كيما حكيت البادي لانج معناتها لي ميكرو اكسبريسيون نتاع الوجه واضح تلقى شويه بسيكولوجي لا فاسون نتاع الكلام على خاطر اصعب حاجه في المونتاليزم سي لا كونفيونس ما بينك انت والسيد اللي قدامك ديجا انت قلت انت ملول طلب معنا هيفا الا يسيدو مو كونتري صحيح بعد هيفا اول انسان يحب يجرب صحيح على الاول ما حبتش بديت تخاف شويه من بعد قالت لي نحب نجرب على خاطر الفاكتور كونفيونس لهنا ولا موجود دونك سي جي غاني لو فاكتور كونفيونس نجمو نعملو اللي نحب واضح يعطيك الصحه هذيك شنو نجم نقول لك نحب نسالك انا تو فما قلت لي فما عباد هكا طالعين تو قاعدين يعملوا في اكسبيريونس وما نعرفش اسكو شنو كيفاش يقراوا ولا ما يقراوش اسكو وحدهم ولا فما بلاصه تقري المونتاليزم ولا كيفاش باش نكون واضح ماك سق برشا حاجات لو مونتاليزم على باز قرايه تو بو اتر اوتو ديداكت عليه خاطر مش تقرا كتاب تلقى فيه لي باز انت مش تمشي تقرا انسان مش يقول لك باش رانيك باش ترانيك على شنو عاد تنجم تقرا الباز ومن بعد انت تخرج ترينا مع العباد قريت لي باز فهمت شنو البرانسيب نخرج نترينا مع العباد صحابي في الحومه في القهوه ندور نبدا نجرب مع الناس الكل هذاك سي لا باز الصحيحه اللي العالم الكل لي فري بروفيسيونيل نتاع المونتاليزم كيك بداو على خاطر الكتاب هذاك كي انت باش تحل تقرا حاجه راهي باش تقرا في مخك كان انا نقول لك حاجه باش تنساها بعد شهر هذيك الحاجه اللي قريتها وكتبتها ماكش نساها حياتك كامله واضح بين نجمو هذوما اللي يقراوا واللي واليوم متمكنين من التكنيك هذايا نجمو يستعملوها دون لو موفي سونس شو ثم بوسيبيليتي وي اما بالاكسبيرونس نتاعي انا وحتى صحابي في الدومين هذايا راهو الدومين باش يستعملوها عباد يقول لك انا وصلت نعمل في حاجه كيما هكا سير ريان اني باش نمشي لطريق واحد اخر تو في الليبنوز سورتو في الليبنوز الليبنوز نستعملها ارما دوبل ترونشون فوالا خطيره المونتاليزم لا المونتاليزم لما الليبنوز سي تري تري ديليكا في ثلاثة حاجات il faut savoir ce qu'on fait ما تعملش اللي يجي مثلا انا جو في الليبنوز دو سبيكتاكل راني ما نجي مثلا كيجيني عبد يحب ينحي الدخان دونك لي كا ان بو صعاب شويه انا جو دي نو خاطر هذاك سي با مون دومين هذاك الليبنوثيرابي لازم يبدا طبيب ومتمكن انا مش متمكن يسوفي عرفت انت فاش قاعد تعمل سي بون واضح حديت ليميت روحك قلت انا مش نعمل الحاجه هذه من غير ما نقوى على روحي انت ماكش طبيب باش تعمل مثلا حاجات ديليكاتو بيان سور خديت طريقك كمل فيه تطولي المير ما تحاولش تعمل كل شيء كان تحب تعمل كل شيء باش تضيع كل شيء اكيد لازمك تاخذ سبيسياليتي هكا تحسها هي حاجه كلها كونسنتراسيون معناها لازمك تبدا كونسنتري في اللي انت تعمل فيه باش تنجم تنجح في اللي في الدومين نتاعك صحيح وانا زاد من الاكسبيريونس نتاع ديريكت اللي خدمناه قعدت نتبع خاطر شويه ومن لي كومنتير نتاع العباد اللي فرحانين برشا ويتفرجوا وصلنا بريسك ل 2000 يتفرجوا فينا في الديريكت فيرس نتصور انت ما نعرفش نتصور انك نجم تكون محضر سبيكتاكل تعملوا للغران بوبليك نجم انا توا في نجم نمشي نتفرج في مسرحيه نجم نمشي زاد نتفرج في شو نجم يتسمى وان مان شو زاد كيما لي وان مان شو اللي تخدموا الكل ويجيو عباد يقصوا ويتفرجوا على خاطر حاجه تشد بالكدا وفما برشا من الناس من لي كومنتير يحبوا يتفرجوا ويحبوا يتابعوا حاجه كيما هكا وحاجه سبيسيال برشا معناها هو على غابه الكورونا
مي لو سبيكتاكل ديجا حاضر عملت لابون بريمير نتاعو حاضر ديجا اسمه سكري لو سبيكتاكل سي تان سبيكتاكل وان مان شو معناتها العباد ستانسو كي تسمع ماجي الوزيون حاجات كيما هكا باش يقول لك باش يدخل يعمل فاز يهبط ريدو يطلع فاز اخرى فما السيد السيد وكل حمامه وحمامه وطاوله وارنب حكايه ليستوار من الاول للاخر ونجم حتى نعطيك فما انتراكسيون مع الببليك سي اون انتراكسيون كومبليت مع الببليك اه كومبليت كومبليت مع الببليك معناتها اللي باش يجي يتفرج راهو باش يشارك واضح ومقسوم على ترو بارتي باش تلقى فيه كيفاش سيكوا المونتاليزم كيفاش نقرا لك افكارك كيفاش انا النجم نعمل بعد نجربوا ليبنوس برشا عباد يحبوا يجربوا ليبنوس وفي اخر بارتي كيفاش انا نحط فكره في مخك انت واضح سبيكتاكل نتاع ساعتين بالضبط ساعتين ساعتين كامل ولعب والحاجه اللي باهي في السبيكتاكل انه العباد يلفو انتراجير انه كي يجي يشارك ويلقى مثلا يقول كلمه نقول نحب نعمل حاجه هكا ولا هكا هو بجد فرحان يقول لك انا شاركت معاه سي سا لو بليزير نتاع سبيكتاتور مش يجي يتفرج فيك دقات اي سورتو الانتراكسيون اللي هي تخلق برشا امبيونس في السبيكتاكل ان شاء الله يكون عندك خويا سبيكتاكل على قريب في صفاقس بعد الكونفينمون نستناو يوفيت الكونفينمون مي بعد ما يحلوا لنا هكا كومبليتمون لي سبيكتاكل ومهرجانات وكل شيء ان شاء الله نشوفوك على قريب الخاطر بالحق رانا يعمل في حاجه ياسر مزيانه وحاجه كل تشدك كل تقعد تتفرج ما تفدش مش ساعات تبى تتفرج في مسلسل ولا في فيلم ولا حاجه تفد تقعد ساعات يطيح الريتم تبدا فيد وقتاش يوفى هوني تحب تلوج على حاجه اخرى اقوى اصعب زعما شنو ينجم يعمل اخر زعما هذه الكارتا شنو ينجم يعمل لي اخر ترى خنشوف اي سورتو يجرب مع البوبليك معناها مش يكونوا كلهم يوليو يحبوا يجربوا ترى على هذيك صارت بالك شي تطلع علي انا لي صحيح تمشي يجرب ويقتنع عليه انا بكري يقول لي شنو الاسم راني ندخل في بعضي معناها بعضه بلوتو معناها حتى اسم ما حتى اسم بليت اما هو معناها فاهم اللي انا في مخي ديجا اسم ما فهمتك راني حيت اسم بليت انت حطيت اسم اغزلي مليح رانيا كي نعدل الواحد انت مش تغمض عينيك في اثنين مش تبى تقول في قلبك اسم البلاد في ثلاثه مش تبى ترتاح شويه هكا تريلاكسي روحك شويه الاول مره رانيا او مش نوري يعني الفارس الاول مره مش تقول شنو هي اسم البلاد اللي اخترتها انا طب شو نقول اي قول اسم البلاد اللي اخترتها قولها فينيس شنو هي فينيس فوالا فارس انت تلقاها مكتوبة فينوس لهنا سي فينوس فينوس سي بون اخترت انا اسم البلاد على روحي فما حاجات في سنتعلم وريني مريتيش لا ما ينتجم يشوفها كان نفاس كان اللي مونتاليست اللي مونتاليست يشوفها واحد ما ينجم حتى حد وحبيت برشا نعملوا حاجه توا في اللايف ما يظهر لي ما نجموش ولا نحب نعملوا حاجه اللي يساعدك انت نحب نعمل حاجه خفيفه في صافي حاجه خفيفه خلي يتبعوا فينا يقول لك يحبوا يكتشفوا ميساج حاجه خفيفه هكا للي يسمعوا فينا ميسالش فيت في نجموا يجربوها به شنو ذا رقم اللي هو خمسة و لحظة ثلاثة خمسة واحد أربعة ثلاثة خمسة واحد أربعة ثلاثة واحد خمسة واحد أربعة ثلاثة واحد هذا رقم أنا كتبته لرانيا راه كتبته لرانيا تعرف عليه؟ علاش؟ خاطر كي تقلبوا رقم شنو يولي؟ توليش فينيز الكلب البدل اللي اخترتها أنت هاي والله هي لا حول ولا قوة إلا بالله والله العظيم لا فبركنا شيء تو كيف والله العظيم ما انا ما في بالي هلا باش نعملوا حاجه فيزا فيزا فضلك معناها في بالي مع راني هاك انت انت وسنست بيا وفهمت التكنيك نتاعي كيفاش وحاجه كيما هاك ترى نجربوا حاجه ما يصيرش حاجه فيزا فيزا خفيفه على الاخر راني ابارتي من تو باش نولي زاد السند لهنا عندي اللي زاد نوت مثلا عندنا هنا ديزانيمو حيوانات تنجم تقرا باش تعرف المهم مش كيف كيف وي مش كيف كيف تورتي غيبي شيان شا بيروش وولف كوربو ليون مختلفين مختلفين باهي برشا انا مسكر سكر تليفوني هو هنا مسكر ولهنا عندي انا ورقه بيدر مش نكتب فيها حاجه في ساعه في ساعه دونك هو مش يكتب حاجه وانت يا برمان مش تختار واحده ليك انت سند ولا مدها الرانيا ما يسالش الورقه دي ما تحلهاش بدي تاخذ ورقه من عنده راني باش نعملوا حاجه توا في الديريكت نجربوها ما تحلهاش ما تحلهاش الورقه نحبك توا باش تركز معايا هنا ثم اكرون ابيض في الاكرون ابيض باش تختار النيميرو ما بين واحد و100 تلقى مكتوب هنايا شنو هي اول نيميرو جا في مخك ديريكت 25 25 تحبش تبدله لا اوكي باش نعطيك الليستا واقرا نيميرو 25 شنو هو جاء اوكي شنو هي الحيوان اللي جاء الانيمو تعطيني الليستا دونك نيميرو 25 هو لابان 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 هو نيميرو 25 24 او حاجه اخرى 24 كونغورو 27 موسكيتو فما مختلفين فما حتى حد حتى الزوز كيف كيف دونك ال 25 هو لابان 100 حيوان مش كيف كيف هو لابان ومش تطلع غادي لابان رد بالك معناها لا 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 ما نصورش خلينا نكمل اللايف حتى انا ما نصورش الحق مش سبون الورقه ما يتهلك من قبليك انا جاي انفلونسي رانيا باش نختار منه 25 كيفاش كيفاش حل الورقه رانيا بخنثبتوا ساعه قبل كل شيء
اقسم بالله لا با. معناها بأميات ان الرقم كل رقم قدامه اسم حيوان، علاش اخترت 25 وعلاش اكتب لابان قبل ما اختار؟ معناها حاجه ما به نفس العمليه، اكرون غبيض باش تختار النور وتحب عليه لي موفمون تاع ايديا راهم هما يسمى دي ميساج سوبليمينو. اه هكا تعمل هكا اثنين وهكا خمسه انت 25. انا كم سنه قال نحكي بدايه، كان لاحظني ديما نحكي بدايه صحيح، راه مش سناسه هذيك سون دي ميساج دي تكنيك اللي يخليك تحط حاجات مهمه في مخ الاسبكتور اللي قدامك. برافو. انا خاطر توا متعودت معناها اللي يعمل فيه، ولات ما عادش تجيني حاجه غريبه. شفتوا قبل خويا ان شاء الله اكيد فهم برشا يسمعوا فينا توا يستناو وقتاش تجيب احداهم الصفاقس. اللي يحب يتبع اخبارك ويتبعك على شنو ينجم يتبعك؟ على البروفيل الانستغرام تاعي اللي هو فارس اف ا ار او اس بوان مونتاليست، ولا على الشين يوتيوب نتاعي اللي هي نفس الاسم. جوست بور انفورماسيون، اللي في الشين يوتيوب نتاعي راني نفسر في حاجات، تفسر في حاجه، نفسر في ديتور، معناتها ثم ديتور تشوفهم بعد نفسرهم نعمل ديتور نتاعهم. دونك المغروم وفما حد ينجم يعطي لي سكري نتاعهم؟ بيان سور، اللي مش نعرف لي سكري الكبار خاطر مش تجي لعب تعطيه حاجه كبيره من الاول، انت بالباس. وان شاء الله ثم سوربريز مازلنا برشا العباد المغرومه، باش يكون ثم اول كور اون ليني نتاع ماجي من الديبيوتون حتى كشي الاكسبير. برافو، ان شاء الله اخويا نشوفوك في الانترناسيونال زاد على شلاه على قريب، ربي يوفقك. وكيما قلت لك برشا اكيد يسمعوا فينا توا يستناو فيك تكون حاضر بسبكتاكل بحذانا في صفاق، سوا يلقاوها من بعد تنعموا تصويره تونا بتوع على الانستغرام تاعي ونتاع رانيا ونتاعك انت، ينجموا يلقاوك بغافو وان شاء الله ديما متالق. يعيشكم، وهذايا بروميس من عندي انا او قدره ربي دوب ما يتحل المهرجانات والزيفينمون باش يكون اول سبكتاكل في صفاقس. هذا كلامنا عندي. اه اوكي مشيت معاك، اول سبكتاكل ان شاء الله يكون في صفاقس. يعطيك الصحه فارس، يعيشكم، شكرا على الاستضافه مره اخرى. مرحبا بك دردار اخويا في كل وقت. من بعد شويه يكون حاضر بحضنا زياد بن حوريه من اش نحكيو على اخر توندونس اش ا، ومش ربحوا زاد الكادوات زاد بحضنا بلال من هابي ناس، وندخلوا من بعد في المواضيع نتاعنا. نمشوا للموسيقى، شنو اسم الموسيقى هذه؟